إخوان، بعد البيان اللي اعترفت فيه الجزائر بالجرم المشهود ديالها، قالت لك على ان دوك الجيسكيات راه كانوا كيديروا مناورات بالجيسكي. والجيسكي راه آلة ترفيهيه كيرفوا بها الناس عليهم في البحر، ماشي دبابه ولا شي ترسانه ديال الصواريخ ولا شي حاجه. اش كتخربقوا؟ مالكم مخلوعين؟ مالكم مخلوعين؟ اخوان السلام عليكم، حبيبكم عاوتاني في فيديو جديد. مرحبا بالناس اللي كتدخل جديده، وتحياتي للناس اللي كيصيفطوا لي هذا ميساج في فيسبوك، وبالنسبه للناس اللي تيصيفطوا في الانستغرام اللي راه في ديسكريبشن. غادي نرجع الانستغرام وغادي نعاود ندخل الانستغرام من جديد، وغادي نجاوب كاع على لي ميساج ديالكم، حيت مده 3 شهور تقريبا انا داير قطيعه مع الانستغرام صراحه، بغيت نركز غير على هذه البلاتفورم ديال اليوتيوب، والحمد لله داك التركيز عطى الاكل ديالو. وتحياتي لكم كاملين، ومرحبا بالناس اللي كدير اللايكات بزاف وتتابونا، تحياتي لكم الخوت، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. حنايا بغينا الله يسلي اللي يدير لنا زعما السكن ويدير لنا الواجبات والحقوق. حنا ما بغيناش الرئيس اللي يجي عندنا يرجع روحو رئيس ويدي الملاير وكلش، حنا بغينا يدير لنا الدستور، ما بغيناش حنايا اللي يدير لنا زعما ودي بنتي الله يهديك، تبون اش غايدير لكم من ساكن؟ تبون مسكين اصلا ما عارفش راسو شنو كيدير تما. الخدمه اللي جان حنايا لازم منا رايس يكون مليح، يكون ماشي زعما يروح يدي الملاير وكلش يرجع روحو هذا ما كان. على خير، هذا تيديكاس تبون يا تبون تسبابي دارني رايح حراك تسبابي، وهينيك الجزائر يا تبون، هذه هي الجزائر الجديدة، هذه هي الجزائر الجديدة، هينيك تبون كلها خليها وسماها جزائر يا تبون. راني رايح اسبانيا ندير عليك روبورتاج، وندير عليك روبورتاج يا تبون، يلي بصيت لنا الدم على خير تبون. على خير هينيك الجزائر، هينيكم كلوها اشربوها تمرو يسالكم. على خير، هذا من الجزائريين الاحرار اللي ما عجبوش البلان ديال مقتل الشابين وحرق كاع مسكين، كيواعد تبون على انه فاش وصل اسبانيا غادي روبورتاج. بين لنا صديقي، بين لنا شنو كاين، قولوا دير بكم كلمه حق، قولوا اين على دير بكم يا ولاد يا الخاص، قولوا كلمه حق اين على دير بكم. قولوا من يتحمل المسؤوليه يتحملها هو الضراك الملكي البهلواني، هو اللي يتحمل المسؤوليه. كيفاش هذوك الجوج ولا ذوك ثلاثه خرجوا خارجين من الحدود، وفين هو الديوان الضراك الملكي؟ فين هو هاد القوات البحريه والقلاويه؟ فين هي؟ علاش يخليو هذوك الناس يتجاوزوا الحدود ويدخلوا للجزائر ولا يدخلوا المناطق الجزائريه؟ فين كنتو ديركم ناعسين؟ عطينا صاحبك نشوى تاخذوا من عندك نشوى من عندك. دابا بحال النوع ديال الناس الاخوان تيكونوا عندهم شي مشاكل في المغرب، مزيان ماشي يكونوا في شي بلاد اخرى، تيكون كيف انت كيحاول يضرب ديما في النظام المغربي باي طريقه ولا اي حاجه بانت، كيحاول يبين العيب في المغرب ويهضر بشي هضره. انت فين كنتي معاهم نتايا وفين عرفتي هاد الشيء هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مشكل دابا تنهبط لي كومونتير شنو تلقى الكومونتيرات شنو فيهم؟ انا مغربي والحمد لله هاد الكلمه هذه اللي قلتيها كلمه حق، انا متفق معك. عاوتاني كتلقى وحده كتقول له انا مغربيه وهذا الكلام اللي كتقول اتفقت معك فيه، وينك انت مغربيه ولا انت مغربي؟ علاش غادي تقول له انا راني مغربي هي شوفوني هي؟ عرف راه عرف هذاك راه هو كيدير راسو انتحال الشخصيه انه مغربي. وتيديروها حتى عندي في الكومونتيرات، كتبوا ما بك الاخو حق الله، كيكتبوا لك انا راني مغربي وما متفقش معك على هذا الكلام اللي كتقول. وانا ما اخبركمش ان انا غير من الشفاف بنادم، من المشيه ديالو من الهضره ديالو تنعرف شنو تحس راسو. راه عندك شي غالطين، رانا كنت غنكون كوميسير. ماس كيفاش توصل من العيد ما شفناش؟ قلت راه تاع الماء والله ما شفناش من العيد. انا خلص عندنا شهرين ما دوشناش، نملا فوق الحمري ونروحوا غير للغابه فوق باش نجيبوا الجغمه تاع الماء. وحنا في بعض الاحيان تبات هنايا، تبات هنا من 12 كاين يجيبوا من 12 تاع النهار حتى الغدوه من ذاك 12 تاع الليل باش يعمر ديك 6 ليتر. سيتيرنا هذه ما تكفيناش، في بعض الاحيان راه يجي مره في السمانه، في بعض الاحيان ما يجيش. راكم عايشين بالهف والخرطي
2023 ما زلنا نعمر المسجد ديالنا ويقول لك تحيا عمي تبون. يا درا الشعب الجزائري ياكل اللحم ياكل الحوت ياكل الفواكه، انا ماشي عايش كيما الشعوب. علاه؟ يا واش باقيكم؟ راكم موتى. اش باقيكم؟ انسان ما ياكل فواكه، ما ياكل حوت، ما ياكل اللحم، ما كان طرقان، ما كان مدرسات، ما كان مستشفيات، الضوضالات، البراجات، الشعب الجزائري وين راه الاستقلال؟ الله يرحم والديكم، قولوا لي الاستقلال اللي ديتوه كي داير؟ راكم عايشين في الجحيم، والله العظيم يا الاستقلال ما ديتوه، نحلف لكم، والله 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 يا الاستقلال ما ديتوش، ما تستعرفوش بالاستقلال، هذا العصابه اللي راهي استولات على البلاد وعلى العباد وراهي معيشتهم في الجحيم، اللي يموت في البحر، اللي يقتلوه لابوليس، اللي حرقوه، هادو راهم اكثر من الاستعمار الفرنساوي. باش تفيق يا الشعب الجزائري، فيقوا وشوفوا كي ديروا باش تحرروا البلاد من هذا العصابه. والله لا فريق، كون بقاو مستعمركم فرنساكم بقيتوا عايشين احسن من هكذا وحق الله. اخوان هادي فداك الحوض وداك الجبال اللي تيكون في السعيديه تيكون المغرب هنا والهوك ليه. الهوك ليه شنو تيديروا؟ راه من الجهه الاخرى هازين الرايات ديال البوليزاريو وتيحتفلوا زعما راه زعما راه حنا اللي زعما مفتخرين بداك الشيء اللي وقع في السعيديه. والمغاربه شوف الحضاره، شوف الحضاره جاي كيحتفلوا بطريقه والموسيقى شعب حضاره اصاحبي. ما كنسبو ما كنعيرو بارابور في الجهه الاخرى كيسبان كاين المعيور وكاين كيخليهم كيقولوا هاز الرايات البوليزاريو باقيين كتهزو الرايات البوليزاريو واش من راية هاديك يا شرويطة راهم تبندرو ما قال تبندر سالينا ولا واحد كيهضر صحي ولي ماشي مليح علاش كيطلعي تهضري على المغاربة طلع خاطرش سمحت باللي قالوا ثاني كطلعت في واحد اللايف قالوا باللي زليج جزائري انا عمري ما شفت زليج في الجزائر عمري ما سمحت به وسقسيت واحدة عندها سمانة جات لي للدار الجزائر تعرف الزليج 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 تعرف الزليج نجيب لك اي واحد جزائري ما يعرفش الزليج فهمتي؟ ما عرفتش كيفاه نديرو ايه والقفطان والقفطان انا نهار اللي تزوجت عيطت لوحده مغربيه وكانت تروح للمغرب شرات لي قفطان من من المغرب ماشي من الجزائر ولا كنا نروحو ونشروه من المارشي هذا واش نعرف ها ولا نروحو للمارشي واش سي ما عندهم والو والله راه المغاربه تيديروا لهم كلشي الله يهديك الله يهديكم ومع ذلك ما تنفعش الجوره معاهم حيلي سامحي لي لالا صدر يا اخي حبوك اسموا لهم بلادهم ولازم يسكتوا ها وحبت لي حشوني ولا نبكي هذا واش يا اخي الاخت متفائله راه في دوكا راهي تقول حبيت خاوتي ناس يا اخي قلت لناس المغرب لا ما تدخلوش في القضيه تاع الاخت متفائله ها وليكم الاخت متفائله راهي حالنا الله يبوحنا ها وين راها وين راهم شوار الشواكر وين راهم شواكر لافريك ها وقولوا الاخت متفائله حبت محامي بط وين راكم وين راكم تقعدوا في كومونتير لا لا هذه مروكيه لا لا جدودها مراركه لا لا بالك عامل لك الوخزن ما تقعدوش بينا والله راهم من لهنا ناس المغرب دوكا طيب اخباركم زينه كيقولوا لي انت عامل المخزن والله هذا كيوصلوني ميساج في الفيسبوك كيقولوا لي رحنا راك تحت عيوننا راك انت عامل المخزن فهمتي حرز روحك واخا راني حارز روحك ما تقعدوش تمسخروا بينا يا اخي فاقوا والله غير فاقوا حتى نطلب الناس المغرب يتفهمونا زعما لا لا والله غير يتفهموا كيف حنا ماشي كامل لا 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 يتفهموا حنا ما راناش كامل كيف ما تحطوناش في صح كيف يرحم والديكم احنا نستعرفوا باللي الصحراء مغربيه ونستعرفوا باللي فرنسا هي اللي قسمت علاش ماشي على جال عيون الجزائر وانما تعرفوا باللي فرنسا هي اللي قسمت علاش ماشي على جال عيون الجزائر وانما علشان مصالحها على جال مصالحها بصح انتم ثاني كونوا تفهمونا شويه ماشي زعما واحد بالخف تطيحوا عليه ولا الجمعه التالي ما تسمعوش الموضوع وتقعدوا تهضروا
فهمتوا؟ نعرفوا التراث ونعرفوا نعرفوا كلش، وشنو التاريخ في الجزائر مزور. انا وحده قريت التاريخ مزور، انا بابا الله يرحمه كان يقول لي ما تقريش التاريخ في الجزائر، معليش جيبي صفر خاطرش مشي واش وشاو يقروكم. هذيك هو تفضلي جوهر. قال با علاه كتجيب الصفر حيت داكشي اللي كيقراكم ماشي هو. اخوان بعد البيان اللي اعترفت فيه الجزائر بالجرم المشهود ديالها، قالت لك على انهم دوك الجيسكيات راه كانوا كيديروا مناورات بالجيسكي. والجيسكي راه آلة ترفيهية كيرفوا بها الناس عليهم في البحر، ماشي دبابة ولا شي ترسانة ديال الصواريخ ولا شي حاجة. اش كتخربقوا؟ مالكم مخلوعين؟ مالكم مخلوعين؟ راه الدراري تيلعبوا. هذاك سميتو الحقرة، والمغرب مشى في الأمور وفي السياق الدولي في السياق القانوني، وهذا الشيء راه في محاكم دولية، وهذا الشيء راه غيتناقش، والأمور هذا الشيء بيضة، والجزائر راه حامية فيها البيضة، فهمتي؟ عارفة راسها حاصلة، ولكن دارتها بيديها، تفكها بسنيها. هذا الشيء اللي كاين. شو تبو نتاقي شوف. عمرك ما شفتي شي حد كيصلي حدا الإمام. كيسبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين جبتي هاد الدين؟ التبون منين جبتي هاد الدين؟ واو. اللهم قوي ايمانك، اللهم قوي ايمانك، تبارك الله. ماما وشو هذا؟ بنتي روحي شوفي هذا وشو. هذا عند السياك ما جبتش نواظري. لا ماما عندنا عمالي حوت، هو عند صبر ستين الف. قالت له عند بالي حوت هو عند ستين الف. ما عرفتش 600 دينار ديال. هي شي 44 درهم ديالنا. ولكن 44 درهم باش تجمعها تما في الهوك راه خاصك شحال تخدم عليها ولا واش غتخدم عليها؟ هي قال لك نهار تيخدموا على واقيلا 50 دينار ولا 100 دينار، 100 دينار هي 7 درهم ديالنا. اش الفرق؟ وباش باش يجمع الهوكي يضرب 44 درهم اللي هي 600 دينار خاصو شي جوج سيمانات ديال الخدمه نهار وليل. يا ماما انا عم بالي حوت، هو عنده صبر ستينات. قلت لك ما درتش نهضره وسحبت لها عند بالها راه حوت. تنا نكون وصل لخر ديال الفيديو خوت، تلاقاو في فيديو جاي. بيس الله.